الإطار هو توضيح المجموعة من المغالطات والأكاذيب التي يتم ترويجها خارج أسوار المحكمة، الغاية منها الإضرار بالسمعة الحقوقية للوطن وتعميق جراح الضحية، لأن الضحية أنا عندي صور وغادي مهيئها باش نرافع بها باش نبين للمحكمة حجم الأضرار اللي هي بارزة، بالإضافة إلى التقارير الطبية اللي غادي نبنيو بها للمحكمة. يعني السيدة كانت قبل الاعتداء الجنسي في واحد الحالة صحية معينة، واليوم راه كتوزن بعض الكيلوغرامات، وهذا أمر خطير، والناس اللي كيساندوا الملف من حقهم، ولكن خصهم ياخذوا بعين الاعتبار بان هناك ضحيه تتالم من كل مبادره غير محسوبه المخاطر. كذلك بغينا نوضحوا للراي العام ان التاخير ديال الملف ماشي حنا اللي كناخروا، حنا كنا جاهزين من اول جلسه وعبرنا للمحكمه على هذه الجاهزيه، وكنا كننتظروا من المتهم انه يتقدم بالدفوع الشكليه، الا انه كيعرض على المحكمه الحاله الصحيه ديالو دون تقرير. حنا كنتمنوا ان المره الجايه يكون تقرير، لان حنا ماشي كونتر ان ان المتهم يلتمس نفسه هذا العذر، لانه عادي كان غير مهيئ نفسيا وصحيا لتقديم دفوعه، فانه حنا كحقوقيين ما يمكننا ان نكونوا متشددين في هذه المساله ديال انه خصو يتعطاه اجل باش هي، ولكن ما يكونش تمطيط خطه من الخطط اللي كدار من اجل تمييع هذه المحاكمه وجعلها تصفيه حسابات، والحال ان هناك متابعات متعدده، متابعة تتعلق بالتخابر مع الأجنبي وترقي أموال من جهات أجنبية ومعادية لهذا البلد، بالإضافة إلى هذه القضية ديال زميلة صحفية اللي ما غاديش تسخى بالسمعة ديالها وبالقيمة ديالها وبالصحة ديالها النفسية وبالتأثير ديال المحيط العائلي والمحيط ديال الأصدقاء وإلى غير ذلك من الأمور اللي كنعرفوا احنا في مجتمع ذكوري، إلا ولا عندها فعلا ضرر، إلا وفعلا تعرضت للاغتصاب، وحنا مؤمنين أنها تعرضت للاغتصاب، وحنا مؤمنين بالقضية، وسنناضل في هذا الملف من أجل إحقاق الحق كجمعية وكمحامية ومحامين مؤمنين بحقوق الإنسان وبشروط وضمانات المحاكمة العادلة دون أكاذيب ودون مغالطات. الجلسة المقبلة كننتظر من المتهم أنه يجي مهيئ بدفوعه الشكلية للمرور إلى مرحلة أخرى اللي هي مرحلة البحث وبعدها المناقشة، وهذه أمور اللي زعما ما كنعرفش علاش كيتم تمطيط هذا النوع من الملفات لغايات غير بريئة ولغايات مبيتة مخيفة، لأنه في نهاية المطاف كنقولوا واش حنا وطنيين وتنبغيو هاد البلاد ولا كل واحد تيلغي بلغاه، وهذه امور اللي حنا ما غاديش نسكتوا عليها وغادي نوضحوها للراي العام، وهذه مناسبه باش نوضحوا كثير من الحقائق في هذه الندوه الصحفيه. هي حسب التقرير، حسب الراي ديال الطبيب المعالج، الطبيب النفسي المعالج تيقول بانها غير مهيئه لمجابهه المتهم، وانه تيدير معها واحد الحصص بوتيره سريعه من اجل تهيئها لحضور هذه المحاكمه، لان المحاكمه ما فيهاش غير المتهم كما جرت به العاده في باقي الملفات، وانما هذه المحاكمه فيها مؤثرين اللي كيحاولوا يديروا واحد التأثير سلبي وموازي اللي كيأثر على الضحية واللي يخلي الضحية الوضع الصحي ديالها كيتدهور. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.